اذا خطا رجوي في التنفيذ ايوب نناح هو فابريس نقا من نفس المنطقه تقريبا اللي منها زكريا على عرفة تدخل الحارس خطا كره رجوية اذا هل سيسجل فريق الرجاء الهدف قبل صفرة النهايه نقا نقا كينفذ مباشره نقا جول رجاوي واحد سفر في مباراة اليوم أمام رجاء بني ملال والتوقيع للدولية الكاميروني فابريس نكا الكرة في مرمى رجاء بني ملال واحد 0 للعناصر الرجاوية قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة إذا الحل جاء من كرة ثابتة كما توقعت قبل قليل إذا بعد ما رجعوا لعبوا بني ملال للوراء وداروا دفاع المنطقة الحل جاء من كرة ثابتة من أقدام فابريس نكا اذا لجماليه الهدف نتابعه من اعاده بالعرض البطيء هدف فابريس نقال لجام الكرة من كره ثابته اذا بطريقه رائعه الدوليه الكاميروني يضع الكره في اشباك الكره المرتده من دفاع لاعبي رجاء بني ملال إذا تمشي الكرة من الجهة اليمنى من غازوت بالراس يبعد الكرة والحكم يتدخل يعني عن نهاية اللقاء بفوز فريق الرجاء الرياضي واحد 0 في مباراة عددية السادسة أمام رجاء بني ملال ألقاكم بإذن الله في مناسبة قادمة بحول الله